الخير. اليوم حنا غاديين للسويقه باش نمشيو نتغداو باش نصاوبو كسكسو. بقاو معنا. يعني كتب لي اليوم غادي نبارطاجيو معكم اي حاجه اللي تقدر تقربكم من الاجواء ديال يوم الجمعه. كيفاش كدوز هاد الحياه في المغرب؟ سواء الناس ديال المغرب غادي يكتشفوا كيفاش كندوزوا النهار ديالنا، سواء الناس اللي ماشي من المغرب. فهذه مناسبه باش نبارطاجيو معكم اي حاجه يلا. اللي كتصح لنا نبارطاجيو. يلا سيو. بارك نغرس فينا بشكل. واخيرا وصلنا للدار وهاد التقدير ديالنا. عندنا القرعه مكور وحمص سكسو الدر ديال الدجاج، وعندنا هنا خيزور القرعه اللات. دابا كنتسناو اكرام تجي باش نبداو في الطياب ديال هادشي. يلا خليكم معنا. دونك فوالا دابا حنا في الدار كما كتشوفوا، وبدينا كنوجدوا كسكسو بعد ما شتينا الخضره اوكي هي كامله قدامكم. والمهمه هي كتصايب لينا كسكسو، وبالمناسبه كنبغي نشكرها بزاف 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 حيت فتحات لينا المطبخ ديالها وغتقاسم معنا الطريقه اللي غتصايب بها كسكسو. دونك فوالا. So after we finished buying the veggie, now we're back home, and now we're waiting for the meal gonna be ready. Now we cut the veggie and we prepare. Watch with us how it's make, please. Yeah, بالمناسبة واحد الرماك صغيرة فكان هضرب لونجلي وعربية و باراليل حيت كاين بزاف ديال الناس اللي كيتبعونا من جنسيات اخرين. فاحتراما لهم باش ديما نقدموا منتوج اللي يطلع ديما ويطلع لا شين ديالنا. ففوالا غادي نهضروا بالانكلي و غادي نهضروا بالعربيه باش كلشي يفهمنا وحتى حد ما يتقلق منا ويبقى خاطرو علينا. دونك فوالا هنايا بدينا كنقيو الخضره، قرعه هنا القرعه الخضره كورجيت، وهنايا القرعه ديال الكسكسو. دونك فوالا دابا غنسالي الخضره باش ما يجيش حتى الفيديو طويل، ونتلاقاو من بعد ما نسالي الخضره نوري لكم شنو درنا كاع في الخضره اللي غنطيبوا فيها الكسكسو ديالنا. See you after we finish cut the veggie and prepare everything. We're gonna go to the other step. Stay with us. دونك كيما كتشوفوا هنايا درنا الدجاج كيتشحر مع شويه ديال الزيت الملحه والخرقوم. دونك غادي نستناو حتى يتشحر ومن بعد نكملوا معكم السيبس الاخرين ان شاء الله المراحل الاخرين. دونك فوالا بقاو معنا. يلا بقاو معنا. دونك فوالا كيما كتشوفوا هنايا عندنا كسكسو. عندكم من الحق ديروا اي نوع ديال الكسكسو. دونك هنا اختارينا هذا النوع هذا. اول حاجه غادي نديروها ليه حيت بزاف الناس يقولوا بلي كيتعجن ليهم كسكسو، فغادي نديروا غادي نديرو زيت زيت وغادي نشبعوه بالزيت. ما نديروش بزاف الحق، يعني نشربوه بالزيت وموراها غادي نديرو ليه الماء ونخليوه يشرب مزيان داك الماء، ونعاودو عاوتاني نشوفو شنو غنديرو من بعد. Some oil on the couscous and mix with some water for it not be heavy too much and be together too much heavy. And we wait for it. And we're gonna put the onion with the veggie. Then we're gonna put this on the fire for it's dry and it's gonna be ready. دونك هنايا ما فاش كيبانوا لنا، دونك نقدروا نخلي الكاميرا باش تشوفوا مزيان. درنا بصله من بعد ما تحضرينا واحد شويه الدجاج ديالنا. دونك هي البصله وغادي نتسناوها حتى تهبط مزيان، وراها نكملوا نحطوا الحوايج الاخرين اللي غادي نديروا من بعد هادشي. دونك فوالا هنايا حطينا البزار، غنبداو نحطو بعدا العطريه هادي اللولى. دونك البزار الحساب ديال معلقه كبيره ونص، وسكينجبير على كسكسو كيبغي سكينجبير حتى هو معلقه كبيره ونص بحال هكاك، و
وصافي غادي نحطو دابا الماطيشه ديالنا اللي ديجا خدينا جوج خبات وحكيناهم، غادي نحطوهم حتى هما وغادي نخلطو مزيان هادشي. Put some spices now, and we already put the onion and everything. Now we just put the spices a little bit, a little bit. Then we're gonna put the veggies that we already cut. Okay. Donc voilà, d'abord, on a ton le chouette de kishou douli na tia fkskou tia na donc bdina hpena naya le hummus. وحطينا هنايا المكور، دونك هادو كيجبدو طياب باش نضرو تحطوهم هما الاولين باش يطيبو لينا. دونك فوالا هادشي درنا دابا. Now we put two kinds of veggie that this take too much time to cook. Then we have to put it first. Then we put the veggie that is cooked shortly. It's not that time. دونك فوالا كيما تشوف البارت اللي فات فحطينا المكور وحطينا الحمص. دابا ديريكتومون غادي نحطو الخيزو، دونك حنا كنسميوها خيزو المنطقه ديالنا. ايغالمون غادي نحطو اللفت، هنا عندنا البيضه والصفرة فتا هادو شويه كياخذوا الوقت، دونك نحطوهم ديريكتومون مورا المكور والحمص. وفوالا كنحطو هادي باش كيتميز الكسكسو المغربي ديالنا. دونك عندنا القرعه ديالنا حمراء. We put some veggie that is not take time to cook. We put the pumpkin. Come here close to see. Okay. We put the pumpkin and we put, I think, the potato. And this veggie, I don't know the name exactly, but it look like potato. Then it's not gonna take time too much. Then that's why we put it now. دونك بالنسبة للكسكسو ديالنا كنتو شفتو آخر حاجة درناها، فدرنا ليه الماء وخلينا تيشرب. دونك خاصك واحد 10 مينوت بحال هكا باش غادي دقائق. فهنايا بعد ما شربت انا كنخدم بيدينا. دونك المهمه غادي توريكم كيفاش كنخدموا بيدينا، كوري لهم شي تجربه. فوالا هكا كنحلو غير بشويه باش ما نعجنوش، ما نبركوش عليه بزاف. فوالا وغنديروه يتفور. كسكسو اللي خصكم تعرفوا عليه فما كيطيبش من التفويره الاولى. دونك غادي نزيدو نفوروه كنظن شي جوج ديال المرات ولا ثلاثه حتى كتحسوا بلي الكسكسو ديالكم طاب ولا كيدوب في الفم. دونك فوالا حنا دابا غندير الضو التفويره الاولى. هنا غادي نوريكم الاله بالنسبه للناس اللي ماشي عارف كيفاش كنطيبو الكسكسو ديالنا. فكتكون البربه كتكون على هذا الشكل. دونك حنا اختارينا ان المرقه نديرو في كوكوت بوحدها سيباري على الكسكسو. هنا درنا الماء، تقدروا حتى تجمعوهم ديروا المرقه تحت وكسكسو. دونك هنا الماء من بعد ما بدا كيغلي ديال بزاف فدرنا الكسكسو ديالنا باش يتفور التفويره الاولى. Now the water is boiled and we put the couscous on top and we wait for it dry. Start dry. Then we're gonna take the veggie and we put in one plate, big plate, and we're gonna put with it the couscous. Voilà, من بعد كما قلنا لكم في الاول تعطينا التفويره الاولى. دونك راه حيدنا، ما نقدروش نقول لكم الوقت اكزاكت زعما شحال اللي ياخذ منكم، على حساب كل واحد والعافيه اللي دار. المهم حتى بزاف ديال الحوايج. دونك هانتوما هكا كيكون بعد التفويره الاولى. حنا كنحلوه وغادي ناخذوا الماء عاوتاني للمره الثانيه. دونك غادي نديروا الماء ديالنا. شحال القياس ديال الماء؟ الطعام اللي كيشرب كاين اللي ما كيشربش على حساب. كاين الطعام اللي كيشرب دونك كنسجلوا فيه شويه المزيد. بالحق ما نديروش بزاف عاوتاني، دونك على حساب حنا وعينينا عينينا ميزاننا. فوالا ها نتوما الملحه اكيد. دونك الملحه على حساب كل واحد واش كيبغي، الملحه على حساب الاختيار الذوق ديال كل واحد. انا كندخلوا داك الماء مزيان وكندخلوا الملحه في الكسكسو ديالنا. مخليوهاش غير في الفوق حيت الا خليناها في الفوق فكاين جهه غادي تكون مالحه جهه ما تكونش مالحه. دونك فوالا دونك هانتوما دخلنا ليه داك الماء، ديك كميه الماء اللي درنا مزيان. موراها حنا كنديروا ليه الزيت. فوالا ونفس
نفس الحاجه نفس التقنيه اللي درنا مع الماء غادي نعاودو نديروها مع الزيت غنعاودو ندخلوها مزيان في الكسكسو ديالنا. Okay, after we take it from the fire, now we have to cook it for the second time. Now we put some small of water, a little bit of water, and we put the oil, and we put more salt, and we mix. Then we're gonna put it back again, and we wait for the final. دونك فوالا حنا كما درنا كما شفتوا بالنسبه للناس اللي يلاه غيشوفوا هذا البارت فدرنا الملحه ديالنا درنا الماء درنا الزيت دخلناهم في الكسكسو مزيان ودابا حنا كنردوه للبلاصه ديالو باش يعاود عاوتاني نديروا له التفويره الثانيه ونزيد نطيب مزيان فوالا. منسيناش المرقه دونك ها هي دابا كما كتشوفوا اول حاجه غادي نقلبوا واش الخضره كنعتبروا الصوص حيت غنشوف واش الخضره بدات كطيب ولا لا. الا حسينا فيها دخلها الطياب ديال البصح فكنضيفوا الكورجيت ديالنا كوم انا دغيا كتذوب دغيا كطيب فكنخليوها هي الاخرى طيب دونك فوالا فيجي ايطاليان اور ناديال وي سي اف ات كوك اور نات فور وي كان بوت ذا اذر وان Because this kind of veggie, the potato and this one, is gonna cook easy. And if we let it too much, it's gonna melt. Yeah, it don't take time. دونك فوالا كيما كتشوفوا دابا بدينا بعد ما حسينا بلي الخضره طابت بدينا كنحطوا في الكورجيت ديالنا وغادي نحطوا البطاطا ديالنا فوالا حيت ما تياخذوش بزاف الوقت دونك دغيا كيطيبوا ماشي من داك النوع الخضره اللي خصها ضروري تكون هي الاولى في الطياب دونك كنحطوهم غير من الفوق ديال الكوكوت ديالنا ولا ديال البرمه ديالنا باش هكا حتى ما يذوبوش حيت كي كيطيبوا بزاف كيبداو يتحلوا دونك فوالا انتما كما كتشوفوا مهم هذا هو الشكل النهائي ديال الكسكسو اللي تبعتو معنا. كنتمنى انا لا فيديو تكون عجبتكم وكنتمنى تشتركوا معنا وتخليو لينا الكومونتير ديالكم على لي فيديو اللي تبغيو تشوفوهم في لاشين وفوالا ما تنساوش دي جيم هكا وتشتركوا معنا. Now we are in the end of the video. I hope you like what we cook today and we're gonna see you in next videos. Don't forget to subscribe, comment and let a like.